بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وإليه المصير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله وصيتي لنفسي ولكم تقوى الله يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين بالتقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بدانا في سلسله تخص تعلم الدين. وعمدتنا في ذلك حديث جبريل. ثم بعد ذلك انتقلنا الى نموذج من نماذج التعليميه التي مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه للدين للصحابه وللأمه. فتناولنا في حصة سابقه جزءا من حديث اصحاب الاخدود. قصة الملك الساحر الغلام الراهب هذه القصه بكل كلمه فيها وبكل حرف هي دعوه لتعلم الدين وفهم الدين واسس الدين تعطينا نبدا عن عن التاريخ فكلام الرسول عليه الصلاه والسلام وقصصه للصحابه وللامه انما هو منبثق وماخوذ من الواقع بوحي من الله سبحانه وتعالى كثير من المعلمين والمربين اذا ارادوا ان يعلموا ويربوا قد ياتوا بقصص واه خيالي خرافي ويقصونه على مريديهم وتلاميذهم لكن الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يقص قصه ويعلمها للامه فانما تكون بوحي من الله الذي خلق الزمان والمكان فيأتي قصص النبوه وقصص القرآن قبله من الواقع من شيء عاشه الناس في زمن ما وفي فتره ما وليس قصصا خياليا خرافيا كما عشنا ذلك مع والدينا وفي بيئتنا كان الوالد او الوالده او اي انسان من العائله او من المقربين او من هذه الحلقات التي تكون في الاحياء الشعبيه يقص عليك قصص خرافي كقصة سيف ذو اليزان والجن وما إلى ذلك قصص يخرج عن العادة وعن العقل فتتشوق إليه النفس وتحب أن تسمع ولكنه خرافي وهو يدخل في إطار الطفولة والطفل أكثر ما يولع يولع بسماع ويحب سماع الأشياء الخارقة للعادة لأن عقل الطفل مستعد ويتقبل للمقدوره التي اعطاه الله سبحانه وتعالى ان يتخيل كل شيء لكن قصص الرسول عليه الصلاه والسلام وقصص القران قبله كله قصص حقيقي تاريخي عرف عرفه الانسان في زمن ما وقصه اصحاب الاخدود مذكوره في القران السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهي هذه القصه التي انا سردت لكم جزءا منها في الاسبوع الماضي ان ملكا كان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك قد كبر سني فاتني بغلام غلام يعني ذكي فطن يقض يلقن السحر ويتعلم السحر لكي يستمر حكم الملك في اطار السحر الذي به يهيمن ويسيطر ويدجن امته وشعبه لكن الله اراد للحق ان يظهر ويعلو ولا يعلى عليه فالغلام في طريقه للساحر تعرف على راهب منعزل عن الناس والله سبحانه وتعالى لا يريد للحق ان ينعزل الله يريد للحق ان يظهر ويهيمن ويسيطر ويعلو وتعرفه الناس وتؤمن به وتدين الله به فهيا الله الاسباب للحق كي يظهر ويعرفه الناس فكان هذا السبب هو هذا الغلام الذي اراد له الملك ان يكون ساحرا عظيما في خدمته لتدجين امته واراد الله الرب سبحانه وتعالى شيئا اخر لهذا الغلام اراد له ان يكون في خدمه الله لا في خدمه الملك في خدمه الحق لا في خدمه الباطل في خدمه توحيد الله والعوده الى الله والصلح مع الله وتنبيه العباد ودلالتهم على خالقهم سبحانه وتعالى فهيا الجو لهذا الغلام فتعرف على الراهب ومما تعلمنا هذه القصه في تعليم الدين ان المسلم ينبغي ان يتعلم في لحظه من اللحظات الفصل في المواقف الفصل الغلام يتردد بين الساحر والراهب الساحر له اعمال والراهب له اعمال هذا له اعمال وهذا له اعمال، كل له طريقته وكل له شاكلته وكل له مساره، لكن الغلام في حيرة من الامرين ولا بد ان يفصل لا ان يفصل، لا يمكن للانسان كما نقول ان يجلس على مائدتين ويأكل من مائدتين ويتنعم بمائدتين، لا بد ان تفصل يا اما هذه او تلك يا اما هذا الطريق او ذلك، لا يمكن ان تصل الى وجهة وانت تسلك طريقين. ستتيه وستضيع في الطريقين ولن تستطيع بل ستضيع وقتك وعمرك في السير والعوده والرجوع والذهاب والاياب بين خطين اثنين فلا بد ان تتعلم ايها المسلم من هذه القصه مما يعلمك الدين الفصل بين امرين هذا ظلام وهذا نور هذا حق وهذا باطل هذا استعانه بالسحر وهذا عباده لله فكان امر الدابه العظيمه التي منعت الناس الطريق وهنا اراد الله للحق ان يظهر الدابه ما هي الا سبب من الاسباب لاظهار الدين لما قتلها الغلام بتلكم الدعوه اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه ورماها بحجر فماتت الدابه فهنا ظهر الحق وصاح الناس بالغلام وصاروا يعظمونه لما ظهر على يديه وهو غلام لا صغير من خير ومن بركه ومن نفع وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان الدين هو للنفع والناس احبهم الى الله انفعهم للناس وهذا الغلام بين هذا الامر يريد ان ينفع الناس وينصرهم على هذه الدابه التي تسد الطريق لكن الله اراد من وراء ذلك شيئا اخر ظهر الحق وصار الحق ساطعا في واضحه النهار لا يستطيع ان ينكره احد فصار هذا الغلام يبرئ الاكمه والابرص الاكمه هو الذي يزداد اعمى والابرص هو الذي له مرض في جلده يكون الجلد له الوان متعدده بين ابيض واحمر او داكن فهو مرض البرص ولكن كان يبرئ مع ذلك امراضا اخرى كلما جاء إنسان يتوسل إلى هذا الغلام ويقول له شفيني مما في من مرض يقول له لست أنا الذي يشفي إنما الذي يشافي هو الله فآمن بالله يشافيك الله آمن بالله أدعو الله أن يشافيك فجعله الله حلقة وصل بينه وبين الناس والمقصود ما هو ما المقصود من هذه البركات ومن هذه الكرامات التي يشافي بها الناس ويعافيهم باذن الله، ما المقصود؟ المقصود ان يعلو الحق ويصل الامر الى ذلك الملك الذي يزعم انه ربا من دون من دون الله سبحانه وتعالى. وفعلا تنتشر دعوه الشاب ودعوه الغلام وتدخل كل بيت غلام يداوي الناس، غلام له بركه ولكن الثمن هو العوده الى الله. انتم خلق من, مخلوق من مخلوقات الله، الذي خلقكم هو الله، فان اصابك شيء فباذن الله، وان اردت ان يذهب عنك هذا الشيء فلن يذهب عليك عنك الا باذن الله، الذي اصابك هو الذي يشافيك، الذي امرضك هو الذي يعافيك، فارجع اليه واصطلح معه وعد اليه وتب اليه تجده ربا غفورا رحيما يجري عليك بركاته واحسانه. فصار الناس يدخلون في هذا الدين وفي نفس الوقت يلتمسون الحاجه والمنفعه لانفسهم فوصل الامر الى وزير الملك وقد اصابه العمى وانتبه دائما اخي اختي المسلم المسلمه الى ترتيب الله يد الله تعمل في الخفاء سبحانه وتعالى الامر رويدا 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 يدخل قصر الملك لينفجر امر الملك ويفتضح امر الملك ويهون امر الملك هذا هو قصد الله قصد الله ان الطاغيه مهما طغى لا بد ان ينزل من طغيانه ولا بد ان يزول امره لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم وغدا اليوم في الدنيا وغدا في الاخره الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل قوه هذا ما يعلمنا الدين، هذا جزء من الاسلام، هذا جزء من لا اله الا الله التي هي الركن الاول في الشهاده في, في, في من اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله. هذا ما يعلمه الغلام للناس. بعيد عن نمطيه اهل العلم اليوم من التفصيل والتحليل والتفريع، انظر الى هذه القصه ايها المسلم. وانتبه اليها، انتبه الى مفهوم لا اله الا الله في قوله لست انا الذي اشافي بل الله هو الذي يشافيك، الله الذي خلقك هو الذي يشافيك، ولا يشافي احد سواه فهو الواحد الذي يشافي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. كل اسم من اسماء الله ينبغي ان يتمعن فيه المسلم، ان كنت في عسر فاعلم ان الذي يزيل عنك العسر هو الله. فتوجه اليه وقل يا الله يا ميسر كل عسير يسر علي ان كنت في ضيق في الرزق فاعلم ان الرزاق هو الله فقل يا الله يا رزاق ارزقني من عندك وهكذا قس بالامثله على اسمائه كلها ليس لا في الوهيه ولا في ربوبية فقط بل توسع في اسمائه الحسنى وحده في كل اسم من اسمائه هذا ما يعلم الغلام الناس يعلمهم العوده الى الله في كل شؤونهم في كل شؤونهم ارجع الى الله عد الى الله في كل كبيره وصغيره سوف تجد في اسمائه الحسنى اسما من الاسماء تتوجه به اليه وتدعوه به ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذا ما يقوله الشاب هذا ما يعلمون الرسول عليه الصلاه والسلام في قصه هذا الغلام كل من يأتيه أنا مريض، أنا فقير، أنا كذا، الله يرده إلى من؟ يرده إلى الله، أما أنا فقط سبب واسطة بينك وبين الله، آمن به وأدعوه أن يحقق لك بعد أن آمنت به ما أنت تريده وما فيه خير لك، فوصل الأمر إلى الملك ولكن بترتيب، الوزير مرض في عينيه فأصابه العمى ولكن الكلام يصل إلى الناس وللأسف والله كم من دجال يدخل القصور ومن كذاب يدخل القصور ويدخل البيوت الفارهة وزراء وأمراء وملوك و أهل التفاهة والسفاهة يدخلون القصور يكذبون على الناس أنهم يبرئون الناس اليوم من السرطان ومن السيدة ومن 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 فتفتح لهم الأبواب وهم من أهل الشعوذة وأهل الكفر والشرك يستعينون بالجن والشياطين فتفتح لهم القصور وتفتح لهم الدور ويدخلون على الناس في حالاتهم الخاصه التي لا ينبغي ان يطلع عليها احد. الوزير يسمع بالخبر هناك غلام له بركه كل مريض اذا دعا له هذا الغلام يشافى فيلجا اليه الوزير بمجموعه من الهدايا دلوا الهدايا ومشى عنده ماذا تريد؟ قالوا جئتك بهذه الهدايا لتشافيني من العمى أنا أعمى شافيني قالوا لست أنا الذي أشافي ومن؟ الله آمن به يشافيك أدعوه يشافيك فآمن الوزير بالله ها هي الدعوة تدخل القصر ها هو توحيد الله يدخل القصر ها هو الحق يدخل القصر ها هو النور يدخل القصر رغم انف الملك الذي اتى بالغلام لكي يكون ساحرا فاراد الله له ان يكون داعيا. هذه اراده الملك وهذه اراده الله، انظر درسا اخر في الاراده، انت تريد والله يريد ولن يكون الا ما اراد الله، ماذا اراد الملك من الغلام؟ بالله عليكم ماذا اراد الملك من الغلام؟ اما اراده ان يكون ساحرا عظيما يستمد قوته من الملك وفي خدمه الملك هذا ما اراده الملك ولكن ماذا اراد الله رب الملك ورب الغلام ورب الساحر ورب الراهب ورب الناس اجمعين ماذا اراد اراد شيئا اخر اراد ان يكون هذا الغلام سببا لدخول الحق الى قصره وزعزعه ملكه والاتيان عليه من قواعده فيشاف الوزير فيجده الملك قد عاد اليه بصره قال من شافاك قال الله قال له الك رب غيري قال ربك وربي الله هنا تنفجر قنبله الحق هنا يسطع نور الحق هنا يزعزع ملك الملك هناك رب سواك لست انت ربي والملك عاهد من هذا الوزير انه يعبده يعترف له بربوبيته يعترف له بملكه يعترف له بكل شيء فاذا اول متمرد على الملك الوزير المقرب لست شيئا انت الذي رد علي بصري هو الله هو ربي الواحد اما انت فملك من الملوك من ملوك الدنيا وزائل امرك فياخذه ويعذبه ويقهره حتى يدله على الغلام، ويؤخذ الغلام ويعذب فيدلهم على الراهب، فيأخذ الراهب ويعذب إلى أن يموت. الملك لا يتردد في حماية ملكه، انقلب السحر على الساحر لم يبقى ينفعه ملكه وسحره. لجأ إلى قوة أخرى يلجأ إليها الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون نصرة لملكهم ونصرة لسلطانهم ونصرة لقوتهم وامتدادها هكذا قال الله وفعلا عندما ضاق الأمر على الملك ولم ينفع معه سحر عدب الوزير لم تلقى الحجة بالحجة الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كما فعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما قال له النمرود انا احيي واميت قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. النمرود كان يحاور حاور ابراهيم قال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت وقبله ماذا قال له؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم؟ في ربي ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت انت لا تحيي ولا تميت قال انا احيي واميت قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب النقاش بالدليل وبالعقل وبالحجه هذا ما يعلمون الدين وهذا ما نستفيده من حديث هذا الغلام من حديث اصحاب الاخدود نستفيد استفاده عظيمه ان اهل الظلم واهل الطغيان واهل الاستضعاف والاستعباد الذين يريدون ان تكون الناس خدما لهم ولعروشهم ولحكمهم ولملكهم لا يتهاونون لحظه واحده في اراقه الدماء وسفك الامه كامله من اجل بقاء العرش ومن اجل بقاء الملك هذا يعلمون الدين اياه وليس خارج عن نطاق الدين بل هو جزء من الدين اما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وهو يحفر في الخندق واستعصت صخره على الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين استعصت صخره ما قدوش عليها فأخبر الرسول عليه الصلاه والسلام فاخذ المعول وقال بسم الله وكبر وضرب قال الله اكبر فتحت لي كنوز كسرى بشرهم وهو يحفر في الخندق ان كسرى زائل ملكه والروم والفرس زائل ملكها هذا جزء من الدين لا اله الا الله لا تقبل الا ان تعلو ولا تقبل ان تكون منحذره لا اله الا الله وهذا ما اراده الله في هذه القصه هذا ما اراد الرسول ان يعلمه الصحابه والامه ايها المسلم وانت مسلم تعتنق لا اله الا الله ما عليك الا بالصبر حتى ينصرك الله اصبر على لا اله الا الله ستبتلى اما قالها الراهب للغلام لما قتل الدابة العظيم الوحش هذا الذي يقطع الطريق على الناس ماذا قال له الراهب قالوا أي بني لقد بلغت من الأمر ما لم أبلغ راك وصلت لواحد الدرجة ما وصلتش لها الله ربك شي حاجة الله يريد منك شيئا فستبتلى فلا تدل علي راك غير تبتلى وغير يعذبوك وغير يقهروك وسيسيمونك سوء العذاب فلا تدل علي أنا رجل كبير لا طاقة لي على العذاب ولكنها سنة الله يمكن للإنسان تحت الضغط وتحت العذاب أن لا يتحمل كما حصل لي عمار بن ياسر عذب أبوه وعذبت أمه شهيدين مات تحت العذاب أما هو عمار لم يستطع شاب حتى نطق بكلمة الكفر وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال وكيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عمار ممتلئ بالإيمان من رأسه إلى أخمص قدميه لأن الصحابة شكوا في إسلام عمار لكن تقتيب كلمة الكفر لكن الرسول ثبت وزكى موقف عمار عمار مملوء بالإيمان من رأسه إلى أخمص قدميه الإيمان ثابت فيه لم يتزحزح، ثم قال له ان عادوا فعد اذا عادوا للعذاب وارادوا منك كلمه الكفر فقل كلمه الكفر لانك مؤمن هي فقط كلمه ينطق بها اللسان لكن قلبك مؤمن، الغلام لم يستطع ان يصبر، الوزير لم يستطع ان يصبر فدل كل واحد على صاحبه، الوزير دل على الغلام والغلام دل على الراهب والراهب اصابه العذاب ومات اراد الله له ان يموت شهيدا. لاحظوا ثمرة الغلام هذا الغلام فيه الخير ادخل الحق الى قصر الملك وسعى في ان يكسب الراهب الشهاده الدعوه لا تاتي الا بخير هذه هي بعض الدروس والعبر التي نقتضبها بعجاله من هذه القصه فكلها غنيه هذا كلام الرسول كلام جميل لا تشبع اخي المسلم من التدبر فيه ومن استخلاص الدروس منه وتعليمها للأولاد لا بد أن نعلم أولادنا هذه القصص هذا من نحن نقص عليك أحسن القصص هذه قصة موجودة قصة يوسف إن كان الله ذكرها في قصة يوسف لكن هذه القصة قصة أصحاب الأخدود موجودة في القرآن وفصلها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي فعلا القصة تعلمنا الدين إن كان جبريل علمنا الدين في إطار التعاليم الموجهة مباشرةً الاسلام، الايمان، الاحسان فها هي قصه تعطينا نموذج عن الاسلام وتعطينا درجات الايمان وسوف تصل بنا هذه القصه الى مرتبه الاحسان لنجدها في هذا الغلام. غلام واقول الغلام هو درس للامه من اراد ان يستثمر في الدين فليستثمر في الشباب. غلام اراد الملك غلاما تعلمون بأي شيء أراد أن يستميل الملك الغلام أي بني لقد بلغ من سحرك هذا الشيء يعني يعني لاحظوا الملك في الأول قبل ما يعذبوه قالوا أي بني كلمه بأسلوب لطيف أي بني تبارك الله عليك ولدي كاع هادشي ديال السحر تعلمتيه من الساحر أراد أن يستميله أن يضمه إليه لكي يكون في خدمته لكنه وجد شابا ثابتا على موقفه قالوا لست بساحر إنما الذي يشافي هو الله سبحانه وتعالى عباد الله إن الله باسط يديه بالليل يتوب من سوء النهار وباسط لديه بالنهار يتوب من سوء الليل فتوبوا إلى الله واستغفروا الله هو الغفور الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما. ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاد منه نبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم ارزقنا قوة من عندك تنصر بها دينك وتنصر بها أمة حبيبك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك فيه أهل معصيتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وَعَلِيٌ بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الرحمة لحينا وميتنا ونسألك الهدى لشبابنا ذكورا واناثا، اللهم اهد شباب المسلمين الى صراطك المستقيم، اللهم اهد شباب المسلمين الى صراطك المستقيم، ورد الشابات المسلمات الى حجابهن ردا جميلا، اللهم ادم عليهن سترك، اللهم ادم عليهن سترك، اللهم ادم عليهن سترك، ووفق الشباب الى بر الوالدين، اللهم انا نسألك يا الله يا قادر يا رحمن يا رحيم أن توفق شبابنا ذكورا وإناثا إلى بر الوالدين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ما عجزنا عنه فحققه على أيديهم اللهم اجعله شباب خير لا شباب شر على هذه الأمة اللهم اجلس الصلاح على يدي الشباب اللهم اجري الصلاح على يدي الشباب، اللهم اجري الصلاح والفلاح والنجاح على يدي الشباب، اللهم انا نسالك نصرا من عندك مؤزرا، نصرا للا اله الا الله، ونصرا لامه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونصرا للمسلمين اجمعين في سائر الارض يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تاتي ملك وحكم هذا الطاغيه في سوريا من قواعده، اللهم شتت امره، اللهم شتته بددا، واحصه وأحسن اعوانه عددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم كما نكل بشعبه فنكل به، اللهم كما مزقهم فمزقهم، اللهم كما شتتهم فشتته، اللهم نزل عليه جنودك التي لا ترى، واتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب، اللهم عليك به وخذ اخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك به وأخذه وأخذ بطانته اخذ عزيز مقتدر، اللهم كما اراد الشتات للامه فالف اللهم بين الامه، اللهم الف بين سوريا ولبنان والف بين سائر بلاد المسلمين، اللهم لا تدع بلدا من المسلم من بلاد المسلمين تدخله الفرقه والشتات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انا نسالك دينا نافعا وعلما واسعا، اللهم انا نسالك علما واسعا، اللهم انا نسالك لسانا خاشعا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا ذاكرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وفي الختام نذكر بان هناك فتاه مسلمه ستعتنق الاسلام وندعو بدعاء من ام لولدها بالهدايه. اللهم اهده واهد اولاد المسلمين ورده الى طريق المستقيم ودعوة من أم كذلك بالنصر والتمكين اللهم انصره على من ظلمه ودعوة لأخ بالنصر كذلك من عدو ظلمه اللهم خذ له أحقه وانصره نصرا مؤزرا ودعوة لمرأة مريضة في المستشفى نقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سابقا اللهم اخرجها من المستشفى مش مشافات ان شاء الله اللهم اخرجها من المستشفى بعافية وصحة إلى أهلها يا أرحم الراحمين ودعوة دعوة لأخ توفيت والدته في البلد فنسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والدعاء عفوا النداء هناك خرجة ديال أولاد المدرسة غدا السبت إن شاء الله Il y a une sortie demain vers un centre de jeu et demain tous les parents ceux qui sont inscrits doivent ramener leurs enfants à 6 heures du matin et le voyage n'est pas remboursé celui qui rate le bus ce n'est pas remboursable.